يقول السائل: ما حكم العقد العرفي الذي يفعل في بعض البلدان الإسلامية؟ نعم، ما حكم العقد، أي عقد الزواج، العرفي الذي يفعل في بعض البلدان الإسلامية؟ العقد، عقد النكاح يشترط له شروط، يشترط له شروط. أولا يشترط الولي، والولي للمرأة وهو أقرب عصبتها يتولى العقد، وثانيا حضور شاهدين يشهدان على العقد، وثالثا رضا الزوجين أن يكون كل من الزوجين راضيا بالآخر. فإذا تمت هذه الشروط فالعقد صحيح، وإذا اختلف شرط منها فالعقد غير صحيح. نعم. يقول السائل: أنا طبيب جراح، يأتيني فتيات قد والشرط الرابع تعيين المرأة، تعيين المرأة المعقود عليها. فلا يقول عقد لك على بنت فلان، لا بد يقول عقد لك على فلانة بنت فلان. أما يقول عقد لك على بنت فلان أو أخت فلان هذا لا يكفي، لأن هذا غير معين، لا بد من تعيين المرأة المعقود عليها، تعيين الزوج أيضا لا بد من تعيين الزوجين. فإذا توافرت هذه الشروط العقد صحيح. نعم.